ده مدينة في وسط في الخرطوم تقع قرب الأمدرمان. مساحات كبيرة جدا وناس أكثر من طيبين، بيوت مرحبة والناس مرحبين. جينا داخلين ده بيت أشعار كبير الأستاذ ديان حي موسى. والله أيام زي ما غنى المصطفى زي ما قال لي ولا ننساك ولا نقدر. عنده وصفات وشتات للمعنى والبيت ده. على ابتداد الهوية السوداني بيتكلم عن إنسان مختلف، قدر يكتب عبارات ومفردات وإنسان. لو ما عندكم مانع تحضر معنا الحلقة دي افتخار بإنجاز من بلادنا بالشاعر الفنان والإنسان اللي قدر يقدم العبارة ويعيش مدى صلاحية الأجيال. أي حفلة في العباسية وفاضي يعملها بالمجان، مرات بيدفع نفقات بتعطي الترحيل وحاجة الله يرحمه. المبدع وفي ومسكين دايما يكون زاهد في الدنيا، يعني دي صفاته الحقيقية للفنان الحقيقي. هو زي ما قال محمود درويش وصاغ الكلام ده في قصيدة صغيرة، يعني قال أجمل الأشياء أن نشرب شايا في المساء وعن الأطفال نحكي وإذا جوعنا تقاسمنا الرغيف. دي قصيدة كاملة. نعم. أجمل الأشياء أن نشرب شايا في المساء وعن الأطفال نحكي وإذا جوعنا تقاسمنا الرغيف. أمل دنقل برضو قال قصيدة صغيرة أنا بعتبرها يعني خدت فيها فلسفة الحياة ووجود الإنسان. قال آهي ما أقصى الجدار، آهي ما أقصى الجدار حينما ينهض في وجه الشروق. ما حتشوف. ربما ننفق كل العمر كي نسقب ثقرة ليمر الضوء للأجيال مرة. آهي ما أقصى الجدار. يا سلام. أنا بفتكر العمر الإنسان ده قصير، قصير جدا. الحياة قصيرة. لو خصمنا منه الأكل والشراب والنوم والمدافسة في المواصلات بتكون كلها زي 5 سنين 7 سنين. دي اللحظات السعيدة، اللحظات الحقيقية لحياتك. الباقي بيكون شنو؟ يعني مثلا أنا استغرب جدا لأخو شقيق، يعني ربنا أنعم على واحد والتاني في الكفاف مش محاسبه وبيجيوا مرات عديل كده بيجيوا، ودي قصة حقيقية، بيجيوا عشان يديوا قروش حقات الدواء لأولاده اللي هو أولاد أخو ما بيديو. ليه؟ اعمل مجنون أو يقوم يختلق له حاجة يقول أصلا هو لو كان يشتغل زيي أنا ما كان بيبقى كده، لكن هو بيعزق قروشه وبيعمل يقوم يسوق له مبررات. المبررات دي أصلا واهية. هي واهية وما منطقية. صحيح. أنا أفتكر أصلا القروش دي ربنا عملها عشان ليك انت وللأقربين ولأي زول تاني في الشارع. صحيح. لأي زول هو محتاج لا تديه، لأنه في النهاية زي ما قال زيدان، قال مر الله يرحمه، قال في زول دفنوا قروشه معاه أو الكفن فيه جيب. قال المبررات دي أصلا واهية. هي لا واهية وما منطقية. صحيح. أنا أفتكر أصلا القروش دي ربنا عملها عشان ليك انت وللأقربين ولأي زول تاني في الشارع. صحيح. لأي زول هو محتاج لا تديه، لأنه في النهاية زي ما قال زيدان، قال مر الله يرحمه، قال في زول دفنوا قروشه معاه أو الكفن فيه جيب. قال صحيح. قال الكفن فيه جيب عشان خدت أخيركم تراب بالبساطة نمشي الدوام. الدوام بقى يعني أنا أحيي كل أهلي بمدينة الدوام والتي أنا مدين لها، والحمد لله البيت لنا الذي شهد صرخة ميلادي لا زال موجود. يا سلام. وبيسكنوه أولاد أخوي دويم. وأنا صغير كتبت قصيدة، بعدين في زول أنت بتعرفه زميلنا صحفي مرة كتب في الجريدة قال التجاني ما عنده غير ضل الضحى الرامي دي جواب للبلد في عز الليل اللي بتعرف فيه. أنا بقول له يا أخي ما القصة ما كده، القصة ما مرات الزول بيكون قاعد في التلفزيون ولأول مرة يسمعها. صحيح. دي والإعادة برضو. أنا القصيدة دي عملتها لما جيت هنا عشان نقرأ نمشي الجامعة. ضل الضحى الرامي وشمس شتوية دفاية وريحة البن لما يفوح في قلاية وفروة جدي صورة جدي لما جيت أمد يدي جدي اديني تعريفك بتقرأ الحمد والمبروك
بقراها وشان تعريفها ألقاها أجود في القراية كمان. وإيه يا يما والله زمان سبحت بنت الفكيه والطورية والواسوق وسعف حبوبة والكورية والحنقوق وصوت سعدية بالجيران تشحد ليها في طايوق وصوت عرفة لما تخمي جد اللوكة غناية وحبت فريق لموه لرمضان مسرور في مخلايا صور محفورة جوايا. ومن يوم ذاك ولليلة وليه بكرة وبعد باكر شان الزمن غدار وما معروف زمن غدار وما معروف زمن مكار زمانا كل خوف في خوف. وإيه يا يما والله زمان مشتاق يما الأملاح النعيمية وريحة الصادق المحروب لما تسوي طعمية وغباشة روب وعنزة حلوب بدور أرحل أجيك هناك ضاقت بي يما هنا بدور أتمسى بعيونك وصافحك يا حبيبتي أنا وصباح الخير على عيونك. أتاري الدنيا من دونك شينة ومرة ما بتندار ودي مرة مرارة يا يما دي مرة وحارة زي النار. ولو بتدور أحكي لك كيف أحوالي في البندر من وين عايزة أبدالك من وين أبدأ بس من وين مو شيئا غريب وعجيب وشيئا كل شين في شين هنا الزول العديل ونصيح وحاتك انت الغالية بيعيش حياتي يوماتي بيوشين وزولتي حتى حبيت لقيت براي تحيب زولين. وإيه يا يما والله زمان وأنا والحزن متوعدين شرابنا المر وطعامنا المر ونفرش من رصيف الزول فراش غطا وقرايتي جيت أنا عشانة مرات بمشي للجامعة تمام أدعد أو قولي ستخانة ومحاضر داخل ومدرس مارق وكلام في الحق وفي القانون وكان بيكون عبارات جافة جبخانة ومخنوق يوم داير اموت ناس تاكل في بعضيها ناس اشباهها زي الحوت وخير ارجع اجيك هناك ضاقت بي يوم هنا هموم وعذاب وعيش ضنا وكفاني تمسى بعيونك وصافحك يا حبيبتي انا. دي قشد عيني من النوم معايا بشيل هموم باكر وقبل ما اشيل هموم اليوم اخدتها خطوتي الاولى اعدي الباب تبدا تدق طبول الهم خواطر تذهل الالباب وقابلك يا شوارع الجن وفي جوايا حاجة إن وشد وترى الحزن وعزف تموت غنواتي يا يما ويخنقني الغنى وأنزف وتنتر في العروق حمى خيال بيتنا القديم يرجف خيال بيتنا الحنين يرجف صور تنزاح وتتلمى وتاني وتالت يا يما وأشوفك أشوفك بخيال حالم تشاوري وترقص السبحة ملامح العابد الصايم تشيح فوق جبهتك سمحة وشيبك حاكي ضي النور مزدان يما في الطرحة وتبسم لي مدي دي وقولك لا فاكي السمحة يتلاشى الحلم واصحى ويتقطر عرق مالح ويسكن فيني كل الهم وشم ريحة ندم جارح وأرفس أرفس 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 زي بخارج الروح وزي عصفورة منجرحة فارقت الفضا البارح وتاني وتالت يا يما وهم كل المداين وهم وهم غرقانة في زخم الحضارة الغم حضارة بتحصد الإنسان وتزرع في مكانه لغم وقصر القول شايل اللوم ويوما جابني للبندر وحاتك انت يا الغالي ده يوما شوم ولابسني الخجل من راسي ليك رعية شايل وحوم وهذه الحالة في الخرطوم بس عايش شقي ومهموم وانت الله يسلمك وديك لي طول العمر في الدنيا يوم ما يألمك يا أمي يا دار السلام يا حصني لو جار الزمان خطيتي في قلب اليقين يا مطمناني بطمنك وخيرك علي بالحيل كتير يا مرضع عن الطيبة بالصبر الجميل يا سعد أيامي وهناي لو درت قلبي أسلمك وأنا مهما أفصح مهما أفصح عن مشاعري برضو بيخني الكلام وقولت بحبك ما بتكفي وكل كلمات الغرام يا منتهى الريد ومبتدا ان شاء الله الله يسلمك وديك لي طول العمر في الدنيا يوم ما يألمك ده جواب للبلد. يا سلام يا ان شاء الله ربنا يسلمك انت ذاتك وديك طول العمر في الدنيا يوم ما يألمك. شكرا. في عز النهار وقت النسمة تستحي على هدب الدغش وذنوب احنا موجودين مع العظيم التجاري حاج موسى بحثنا عن المفرد الجديد الهوية السورية.
السوداني وسط شهادات في نص بيت الأحمر والأسود والجبل من الدويا كنت جلوس على امتداد بداية أنا إحساسي هو طبعاً مختلف بفتكره على الرغم من الشعر السوداني بفتكره آخر العتاب وإدمال الحمية كل الحاجات اللي عندها اختلاط بين المشاعر بين اللي حولتها كل أجوبة يا سيدي أقول حي إحساسي هو مختلف عن أي كلام كبير جداً يعني مستمع مشكل الهوية السودانية هي مفردة بسيطة سهلة بتدخل قلبك على طول استمتعوا بأوانسنا في هذه الحلقة. شكرا ألف شكرا. شكرا جزيلا. شرفت. شكرا. الله يسلمك.